سلامات. سنسلط الضوء اليوم في برنامجنا بلدنا بألف خير على رحلة استثنائية عبر الزمن والتاريخ مع ضيفنا الفريد من نوعه الشاب توفيق حلبي. توفيق ليس مجرد باحث أو مؤرخ، بل هو حارس ذاكرة دالة الكرمل والطائفة الدرزية، حيث أمضى سنوات في جمع وتوثيق أرشيف خاص وغني يمتد لأكثر من 200 سنة. في هذه الحلقة سنستكشف مع توفيق اللحظات المحورية والشخصيات البارزة والأحداث الكبرى اللي شكلت دالة الكرمل والطائفة الدرزية عبر العصور. سنتعرف على كيفية جمعه لهذا الكنز الثمين من المعلومات والصور والوثائق والتحديات اللي واجهها توفيق خلال رحلته في الحفاظ على هذه الذاكرة الثقافية العريقة. وطبعا سنعرض صور وأفلام لأول مرة تعرض عن البلد، عن الأفراح في البلد، وعن الاحتفال في وصول الكهرباء للبلد. So up Mount Carmel to the Druze settlement of Daliat. There's a big wedding on in the village. Druze, D-R-U-S-E, is another minority religion, an ancient one from Syria. The food for the banquet sweeps towards the bride's house. Guests arrive at the bridegroom's house. The girls in white sweaters are Jewish. One's in the Air Force, her sister's a school teacher. They meet the handsome Druze bridegroom. He says, sorry that you can't film my wife, it's against our religion. But he said, you can film the wedding dance. The dance is called the Debka, a sort of jumping game. The best Druze dancer does a few cartwheels, especially for Rogan Report. Now the bridegroom's procession moves towards the bride's house. He's got two best men. We didn't know what was going to happen next. This is the Druze wedding salute. Of course, we couldn't see the bride, but the Jewish girls were allowed to dress up in Druze costume for a picture. What a contrast to these girls of the modern Israeli army. Hello. أهلين خي توفيق. يا هلا بك. أول شغلة زمان كنت اسمع توفيق حلبي، أرشيف توفيق حلبي. كنتش مفكر انه الحكي على شاب. فكر ختيار. شو ختيار؟ فكر واحد عايش 100 سنة اللي فخوت لورا ومدون التاريخ وعارف شو اللي كان. قبل كم من سنة لما تعرفت عليك اتفاجأت انه لا، توفيق حلبي، أرشيف توفيق حلبي صاحبه شاب أول طلعته. صحيح. يعني عادة الشباب تطلع أكثر لقدام، أنت اخترت أنك تنبش في الماضي وفي التاريخ. ومزبوط، وهذا فيه تطلع لقدام في نفس اللحظة، أنه بدنا نحافظ على الماضي. ليش مهم حسب رأيك نحافظ على الماضي كقرية؟ زي كل مجموعة وملة أو طائفة في العالم اللي بتهتم في تاريخها، نحن نفتقر لهي الأمور. في عنا ضعف يعني في الطائفة الدرزية بشكل عام في الشرق الأوسط، عدم تدوين التاريخ، عنا ضعيف في الموضوع. يعني تعتبر حالك مؤرخ ولا صاحب أرشيف؟ ممكن صاحب أرشيف أكثر. مع أنك عم تبحث في تاريخ البلد وفي تاريخ الطائفة. مزبوط، ببحث وبحبش زي ما بقولوا وبدون كمان. في أشياء اللي فاجأتك في التاريخ، في أشياء اللي قلت ما كنتش متوقع أنها موجودة وطلعت موجودة؟ في طبيعة الحال ملان أشياء، عنصر المفاجأة دايما موجود في كل بحث، في كل موضوع بيعمله، في كل لقاء بيطلع بيعمله من أي في أي بلد أو في بلدي. بس أنت توفيق لما بدك تدور على المادة اللي أنت بتجمعها والأرشيف، أنت مرات بتدور بيت بيت وإنسان إنسان،
من واحد لواحد حتى توصل معلومة أو صورة أو أي مستند اللي هو حتى ممكن يكون صغير بس دور عليه أشهر. مزبوط. أنا بأمن أنه كل بيت عنده ألبوم وله قصة وحكاية لإله يحكيها، فكل بيت مهم، كل ألبوم عنده مهم، كل إنسان عنده تاريخ يحكيه كمان مهم. يعني مش أنه بقدرش يختصر التاريخ لعند شخص معين كان بيو مختار أو زعيم. كل بيت في البلد وفي الطائفة مهم، كل بيت. ايش بتشعر لما بتحصل هيك على وثيقة اللي هي جابت لك معلومات منيحة؟ اول شغلة بنبسط انه هذا انجاز، انه وصلت لاشي جديد وبتوقع انه مش حدا عارف فيه. والزاوية الثانية انه هذا بدور على شو ابعاده وشو تأثيره ولحتى ننشره وخلي الناس تستفيد. ليش لك مهم تنشر؟ يعني في ناس ممكن تعمل بزنس من الارشيف. لا، ما دورتش على بزنس، دورت انه ننشر المعلومات للاهالي للناس للجيل الصاعد ولقدام يعرفوا شو مرقت هاي الناس. كيف فتت لهذا المجال؟ شو الاشي اللي خلاك هيك؟ هيك طلع، انا تربيت في بيت اللي عندنا ذاكره قويه، بنحفظ تاريخ، بنجمع معلومات كثير. الاهل عندي ودائما كان في حديث يومي عن امور حدثت في الماضي، فهذا الجو اعطاني انه يعني خلق لي جو لنفسي في داخلي انه انا ابلش جمع ودور على بعض شغلات. اسا الاشي بلش على صعيد البلد، مزبوط؟ صحيح. بعدين اتطور لصعيد طائفي. في طبيعه الحال لما انت بتدور على تاريخ بلدك مربوطه في الطائفه، فكلها شبكه واحده، يعني زي سلسلة بدك تظلك تلحقها لتوصل لكل شيء. أعطينا مثال لأحداث أو مناسبات معينة اللي هي بلشت كبلد بعدين اتضح أنه هي على صعيد طائفي. في البلد كبلد مرقت في 70 سنة عدة محطات، فترة الأتراك وفترة الإنجليز أكثر من 70 سنة، وفترة قيام دولة إسرائيل حتى الآن. لما كنت فتش عن سنين 48 شو صار في الأحداث في فترة حلة الحكم ما بين الإنجليز وبين إسرائيل، فكان في مواقف كثير حلوة، مواقف إنسانية مشرفة، إنه أهل البلد استقبلت القطاعات العربية اللي حوالينا اللي كانت ساكنة، استقبلتهم في الدالية. هذا من منطلق إنسانية. وهي الحقيقة إنه في 48 أهل الدالية استقبلوا أو حموا اللاجئين اللي كانوا ساكنين حوالي الدالية. مزبوط، استقبلوهم لعدة أمور. أولا لأنه أهل البلد مركز قوة وما هجروا، لأنهم كرماء وقابلين يفتحوا بيوتهم وبيقدروا. لما أنا ببحث عن هذا الموضوع وبلتقي مع كثير ناس ختيارية اللي كانوا شباب في وقته في 48، أنه قال لي أنه استقبلونا أهل الدالية، أول شيء يفتخر بهم. صح، وقلتها وبقولها عدة مرات ورح ظل يقولها، لو كان محل اللاجئين العرب مسيحية أو يهود رح نستقبلهم، موقفنا بيتغيرش. أما اللي بيربطنا مع باقي القرى الدرزية أنه نفس الموقف كان في يركا، نفس الموقف كان في شفعمر، كان في المغار وعدة قرى أخرى مشان ما ننساش حدا، نفس الموقف. يعني الإنسانية تبعت البلد هي نفسها مراية لباقي القرى الدرزية. فبيربط انه في 48 اغلب القرى الدرزية او كل القرى الدرزية حمت الجيران تبعتها بغض النظر ايش ديانتهم وايش قوميتهم. مزبوط، هاي اشي انت شفته والتقيت معه، والتقيت مع ناس وثقت اشياء. صحيح. في هذا صحيح صحيح. هذا موقف انساني اللي يفتخر به. الانسانية هي بتعلى عن الديانة وعن كل دين في العالم. بحسب رأيك في التاريخ، تاريخ بلادنا هون في السبعين أو ثمانين سنة الأخرانيات، صار فيه تغييرات وصار فيه إشكاليات، هو واضح ولا في عدة قرصاوت؟ طلع بشكل عام التاريخ لأنه مش عم بيتدون كيف لازم بيكون قابل للزيف. أسباب إنه التاريخ بينقل من شخص لابنه لحفيده، فلما بينتقل بيتغير للأسف، عن قصد أو عن غير قصد ممكن بيتغير. بتحس مسؤولية إنك أنت ماخذ هذا المشروع؟ يعني إسا كل واحد بده يسأل سؤال في تاريخ آخر 70-80 سنة أو أكثر، آخر 200 سنة. مزبوط آخر 200 سنة أنا بقدر أعطي معلومات. أنت عندك معلومات وباحث في معلومات دالة الكرمل والطائفة بشكل عام. صحيح، 200 سنة لورا.
صحيح. يعني إذا إجاك حدا عنده أسئلة أنت يعني هي مسؤولية أنك أنت تعطي هاي الأجوبة. مزبوط، في مسؤولية علي ولازم نبث الإجابة. يعني ما بنقدر كل شيء نحكي، كان زمان يقولوا القبضاي اللي بيحكي الحق. أنا بقول لا، قول الحقيقة عند اللزوم. مش كل شيء لازم ينحكى. إذا أنت بدك تحكي الحقيقة وتعمل مشكلة أفضل ما تحكيهاش. مش قبضاً نحكي الحقيقة، قبضاً نحافظ على الجو المنيح. إسا أنت على مر التاريخ بتشوف تغير اجتماعي طبعاً صار، يعني كنا كبلد خلينا نحكي، صحيح، كقرية صغيرة، كقرية صغيرة طبعاً طورت وكبرت، صحيح. صار في تغيير طبعاً في المواقف وفي التصرفات وفي التطور. صار في تغيير للإيجابي وللسلبي. إذا بدنا نحكي على الإيجابي، إحنا قررنا نحكي على الإيجابي مزبوط. صحيح. إيش الأشياء اللي تطورت ما كانش زمان؟ أول إشي صار في تعدد فكري في الدالية. أه. يعني بطل في رأي واحد مجموعة واحدة، صار في آراء تختلف. مش بس في السياسة، في كل شيء. تغيرت الناس، تغيرت النفوس. وصار في نهج جديد، نهج اللي عم يتعلم عم يوصل في مستوى عالي من ناحية التعليم في الأكاديمية وخارج إسرائيل. فهذا ما كانش في الماضي بالنسبة كقرية. وصار في يعني زي ما قلنا تعدد فكري، والحياة الجو المعيشة في البلد تغير. صار في مشاريع كبيرة، صار في كثير أمور تغيرت آخر 100 سنة. خلينا نقول في تغير كثير منيح نسبيا، طبعا كل شيء في الحياة نسبي. في فرق بين ما تبحث تاريخ لبلد انت عايش فيها وانت جزء منها لبين تبحث بلد اللي هي غريبة؟ طبعا. اول شغلة حتى تبحث في التاريخ وتنجح في الموضوع بدك تشتغل في عقلك مش في عاطفتك. وبالنسبة لسؤالك، طبعا كل بلد لها الخبلات بيتها زي ما بيقولوا، ولها امورها ومشاكلها. وبده يكون واحد يعمل دراسة تامة عنها قبل، يعني زي شعوري بايت لحتى تفوت على أي بلد وتحكي مع الناس اللي غاده. مش هوين، ممكن تتلقى مشاكل، تهديدات، ضغوطات. يعني مش هوين تبحث في أمور تاريخية. هاي مهنة، هي فيها شغلات مهنية. تخيل ما حداش علمك، حدا علمك المهنة هاي؟ لا. كيف تعلمتها؟ كيف أول شيء حبيتها. وزي ما بيقولوا على دمي، على جلدي مرقتها. يعني مرقت كثير امور وتعبت فيها كثير لابعد الامور اللي ممكن الانسان يفكر. ايش اصعب شيء ممكن يكون؟ ممكن يجي لك واحد يقول لك هذا الموضوع تبحثش فيه. واذا بتبحث فيه طبعا ممكن نصفيك. هو لهالدرجة؟ آه طبعا. يعني مرقت هيك لحظة او في هيك حالي، شو بتعمل في هيك حالي؟ ممكن اهدى شوي. شوي بس لو ترجع. طلع ما هو حسيتك كمان. انا كنت عندك في الاستوديو، ايش بتسميه؟ الارشيف. الارشيف اللي بدك اياه. قول استوديو لانه ملان اجهزه تسجيل واجهزه فيديو. صحيح. وحتى الاجهزه في شغلات اللي هي قديمه 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 جدا من عشرات السنين. مزبوط. اتفاجأت يعني بس شفت الارشيف. أول شيء ضخم، البركة ملان أشياء، وأنت قلت لي رقم اللي صعب الواحد يستوعبه. صحيح. إيه أنت قلت لي كم من وثيقة عندك؟ قلت لك موجود عندي في المخشي. بتعرف اليوم عالم التكنولوجيا في كبسة زر بقول لك قديش موجود عندك كل الملفات. الملفات يعني. فعندي صور وتسجيلات مرئية وصوتية يعني ومستندات تقريبا 1,600,000. 1,600,000 مستند طبعا. اليوم في ارشيف توفيق حلبي اللي انت عملته بدون ولا اي دعم. لا. ولا من اي مؤسسة ولا من اي جسم. صحيح. هذا وما طلبتش. جمعتهم خلال 15-18 سنة طبعا. دعم ما كانش فيه، بس كان فيه اصحاب واقارب حوالي اللي هي يعني زي تقول شاركت معي في اتصالات، في معاملات مع الناس، او بياخذوني يعرفوني على ناس عندها اشياء. في ناس افضلت ساعدت، اما مش ماليا طبعا. ساعدت في اللي بتقدر عليه. قديش الاشي بياخذ منك جهد يومي؟ لتروح تجيب مستند من هون لاي بلد بدك تطلع نهار كامل لتجيب صورة او موضوع او تعمل لقاء مع شخص ختيار تصوره ساعة زمان تصوره، بدك تروح نهار كامل. وبشوفك مرات بتتساعد في أهل البلد، تنشر صورة. صحيح. مع أرقام وعلامات سؤال، بتطلب مساعدة اللي بيعرف مين الشخصيات اللي في الصورة يكتب هناك ويقول لك.
مزبوط، منه مساعدة ومنه جو حلو، بصير كل واحد يفرجي لأهله لجده مين هذا الشخص، مين هذا يعني، منه جو حلو زي لغز معين، ومنه نعرف مين هاي الأشخاص. إيش طموحك في هذا المشروع توفيق، لوين توصل؟ قبل ما وين أوصل يعني، مربوط في قضية تجميع للتاريخ لحتى ما يضيعش هذا التاريخ، لأنه نحن في 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 فترة زمنية الكبارية اللي عندنا في البلد وغير البلد مش موجودة معنا اليوم. فإذا نحن ما لحقناش نصورها ونحكي معها وشوفي عندها أشياء، راح تروح حقبة من الزمن راح تضيع. ولحتى ما تضيع بدنا نأرشفها بعد ونصور بعد وندونها ونحافظ عليها، ومهم جدا نحافظ شو عملنا شو جمعنا. والهدف يظل بعدين يخدم اي شخص بده لاي عنده وظيفه في الجامعه في المدرسه او اي شخص بده اي معلومه. يعني انت ماخذ على نفسك مشروع يعني اللي ممكن تعمله مؤسسه مع دعم مع ميزانيات مع امكانيات، انت ماخذه على نفسك كفرد. مزبوط، لانه ما شفتش لحد اسا في البلد او في الطائفه لحد هاي اللحظه ما شفتش في انقام مؤسسة لهاي الأمور. أسعى بيقيموا، سمعت مؤسسات في عدة قرى لهذه الأمور يجمعوا التاريخ. لما أنا بلشت قبل 18 سنة ما كانش فيه شيء رسمي اللي يجمع لكل الطائفة. طبعا كان في توجهات من هون ومن هناك إنه تكبر المشروع وتنشره وشغلات من الشكل. كان في توجهات بس مش مزبوطة، توجهات كان لها غايات خاصة ممكن بقدرش يعني احتم. كل واحد بده ياخذ الاشي اللي له او بده اشي يعني يربطه فيه كيف ما بده. اما انت طبعا مستعد تتعاون مع كل مدرسه او كل مؤسسه او كل مجموعه اللي حابه تشوف التاريخ وتعرف التاريخ. طبعا انا زي تقول بيتي وارشيفي والمحل تبعي مفتوح لكل انسان ولكل مؤسسه طالبه اي اشي. طيب بس انت جبت لنا هنا كمان صورة اللي اول مرة بينعرضوا. الصورة الاولى هي صورة الشاب او شيخ مش عارف شو هو اللي قاعد تحت شجرة. صحيح، قبال هاي الحارة. هاي صورة كثير قديمة وثمينة. ثمينة، ليش ثمينة اول شيء؟ أول إشي قديمة لأنها من 1885، نحن عم نحكي على أكثر من 100 سنة. والثمينة لأنها مصورة من زاوية فيها كل البلد. طبعا البلد بتبلش من الحارة الغربية، هي هناك أساس دالة الكرمل، أساس كل شيء، فيها مقام سيد أبو إبراهيم وأساس كل عائلات البلد وأساس البلد. إذا بدنا نطبقها لليوم، الزلمة هذا قاعد في سكعب، في حارة سكعب، واللي قباله بيت لورنس أوليفان. صحيح، والحارة الغربية. هناك كان العين، لا في عين، إيش اسمها العين اللي كانت هنا؟ في كان عين تحت، أفكر لك عين الشمالية هذيك تحت وين مدرسة الخدشانيت. هاي ورا البيت الأوليفانت لتحت شوي. ايش زي هيك صورة، ايش ممكن واحد يتعلم منها؟ اول اشي طلع البيوت في الصورة بتشوفهم حد بعض مترابطين، الاهالي حد بعض، في شباك بيناتهم سري لأي اشي بدقوا على باب بعض انه في اي شيء في خطر فيه او مناسبة او اي اشي، زي تقول عتكون زي الواتساب، يفتحوا الشباك اصلا من الواتساب. يعني هذا الترابط اللي كان كثير حلو، اليوم نفتقر منه. اليوم كل واحد عامل السياج حد بيته بيعرش جاره شو ماله. حلو. والصورة الثانية اللي جبتها كمان هي صورة الحيطان أو السناسل اللي مبنية، اللي كمان إلها قصة لأوليفانت. صحيح، نحن عم نحكي على فترة أوليفانت. أوليفانت شخص إجا لهون سكن في الدالي، هو مستشرق إجا لهون سكن لبناء علاقات ما بين الحزب الصهيوني اللي كان أو الحزب اليهودي اللي كانوا في أرض فلسطين، هيك كان يقولوا في وقته أنه بده يبنوا كثير أمور بتخص اليهود في وقته، وكان رسول يعني لإلهن. وسكن هون هو ومرته وشخص اسمه أمبر اللي كتب شيرة تيكبا نشيد الأمل لدولة إسرائيل في هاي الفترة. هو في نقاش على
اللي شيرة التقبة وين انكتب؟ هون ولا في زخرون؟ انا هون عم بحكي انه هو اجى سكن هون. اذا كانوا كتبوا هون او ما كتبوش هون هذا موضوع ثاني. ما هو سكن هون فعليا لانه هيك دون اوليفانت كان السكرتير تبعه. هيك دون اوليفانت في مذكراته موجودة عندي. فسكن هون اوليفانت ومرته أليس وأمبر سكنوا هون في البلد وحبوا أهل البلد والبلد حبتهم. يعني بيذكر أوليفانت في عدة أمور في مذكراته أصدر كم من كتاب يذكر أنه تتميز القرية الدرزية عن أي قرى ثانية من نظافة شوارعها. كان قال تفوت على أي قرية تعرف أنه من نظافة شوارعها بتعرف أنها قرية درزية. يعني بلا مؤاخذة انه بيحاول بيزتوش الوسخ قدام بيتهم في وقتهم. احنا بنحكي في 1885 كتب أوليفانت هيك. وكتب أوليفانت انه من كثر ما حب اهل البلد حب يعطيهم المصاري على كرمهم كيف سكنوه بنوا له بيت بنوا له هذا المبنى اللي ساكن فيه لليوم اللي كان ساكن فيه اللي ظل حتى اليوم. فبقول في احد الختيارية اللي لقيتهم قال لي انه حب يعطي اهل البلد مصاري يعني مجانا من غير مقابل لاي عمل. انه كان يقول لهم عمروا حيطان عمروا مباني ويعطيهم مصاري في الاخر حب يعطيهم هبه بسموها من غير مقابل. ما يقبلوش لانه قال منقبضش مصاري الا من عرق شبيننا. طبعا هاي بتدل على اصاله ووعي وعي فكر درزي مش هوائي. هاي حكوا لي اياها الموضوع قبل ما اعرف عن هاي الصوره اذا موجوده. بعدين وانا عم بحبش في ارشيفات فرنسا ارشيفات روسيا ارشيفات امريكا وصلت لارشيف أوليفانت وشفت هاي الصورة. طبعا اي واحد بشوفها لو بيعرفش القصة بيعرفش معنى هاي الصورة. فربطت ما بين شو قالوا الختيارية وما بين الصورة تبين انه الحكي مزبوط انه طلب منهم أوليفانت انه يبنوا مدرج كامل من الاحجار وبس خلصوه قال بوقف على جنبه أوليفانت بلاقيه مايل بيطلب منهم يفكوه وينقلوه على جبلة أخرى ويرجع يبنوه بعد مرة. الهدف ما كانش مايل إنه يعطيهم مصاري يضل يشغلهم لو هيك يعني من غير قيمة للشغل. حسوش إنه عم ياخذوا مصاري هبة. المهم يضل يعطيهم لأنه كان مبسوط معهم. حلو. إسا أنت حكيت على تجميع الأرشيف والأرشيفات. احكي لنا منين بتجمع صور وارشيفات؟ وين اقصى المحلات اللي رحت لها حتى تجيب مستندات وتجيب صور وتجيب افلام؟ حلو. اول شغله جمعت وعم جمع بعدني طبعا المشروع ما خلص. جمعت من كل بلد درزيه وكل بيت تقريبا في الطائفه عم فوت عليه وعم صور شو فيه. غادي بصور في طريقه مهنيه في اجهزه معدات اللي بتكلف مشان تظل الصورة في جودة عالية جدا بالنسبة للصور. ما اكتفيتش في إسرائيل في كل كيبوتس وفي كل قرية يهودية وحتى عربية فيها أرشيف المؤسسات الرسمية. كل مؤسسة وصلت لها حكيت معها أو رحت شخصي وطلبت شو في عندها. طبعا الأغلبية الساحقة ببيعوا الصور بيع مصاري مش يعني بيجي بقول لك هاي صورة لأهل بلدك أو لبلدك أو لجدك أو لحدا بخصك خذها. لا بيبعوك اياها بيع وبيقيدوك طبعا في قوانين معينه وبتمضي ورقه عند محامي عندهم وبتدفع للمحامي كمان حقوق معينه. وحتى لو اشتريتها شو مسموح تعمل فيها شو مسموح لا. طبعا بيبيعوا الصوره من 50 شيكل لحد 300 400 شيكل صوره واحده. صوره واحده 100 200 دولار مرة 300 دولار توصل. وكمان طبعا من الارشيف التلفزيون اخذت ارشيف التلفزيون ارشيف الصهيوني في ارشيف اسمه ارخيونات صهيونية مركزي. في ارشيف في اسرائيل ما فتلوش؟ ممكن فكر انه ممكن. اما الاغلبية الساحقة اكثر من 90% اسا لما انت بتفوت على ارشيف مثلا بيجي التلفزيون الاسرائيلي بيفتح لك الارشيف تبعه بتبقى عم تدور اشي معين ولا انت بتبلش كيف الاشي بيصير؟ حلو السؤال. انا مش عم جمع لعيلة او لبلد معينة بس لقصة معينة. انا بقول لهم بدي كل شيء بخص الدروز. شو عندكم من 1800 او من 1700 حتى سنة 70 80 90 او حتى الان شو في موجود بدي. يعني ممكن يكون مرات 200 300 صورة كل صورة 100 شيكل. يعني نحن عم نحكي على 300 صورة 3000 شيكل.
حلو مكلف هاي بالنسبة للصور. بالنسبة لتسجيلات الفيديو كان في وقته يعني للمعلومات لشان الكل يفهم كان زمان يصوروا من سنة 50 لحد سنة 70 تقريبا كان يصوروا يتعدول القرى الدرزية أو العربية في مقاطع فيديو ما يقارب من 4 إلى 8 دقائق. هذا كان يصور الكاميرا اللي كانت تصور هاي الإمكانيات اللي كانت تصوره. فلأنها وقت قليل ولأنه الإشي قديم ببيعوه في في يعني ببيعوا مرات الدقيقة من 3 إلى 6 آلاف شيكل دقيقة دقيقة السرتون. هذا اللي بتشوفه في التيك توك اللي أنا بحطه أو في اليوتيوب هذا أنا مش الدقيقة. وأنت بتعملها أنت بتروح بتدفع المصاري وبتنشرها مجانا. مجانا صحيح من كل احترام مشروع مش وين هن استفادوا الكل استفاد. على سيرة الفيديوهات وإسه كمان احنا في فترة اللي في البلد عنا عم نحكي على وصلات الكهرباء ورخص وكل الأمور هاي. صحيح. بس انت جبت لنا وثيقة كثير مهمة على أول وصلة كهرباء لدالة الكرمل. انعمل اجتماع هذا الموضوع هنا هو روها بتيم بارخوات شل اكفار هدروزي داليات الكرمل شل هار هكرمل بأور خشمال הכפר חובר לרשת החשמל ומאות דרוזים הפכו להיות צרכנים של חברת החשמל שעובדיה ביצעו את עבודות החיבור לרשת החשמל. בחג האור שנערך במקום בירך שר הפיתוח והשיכון את התושבים. כמו כן בירכו דובר חברת החשמל מר פרידלנדר ונציגי מוסדות רבים אחרים. אול שג'וד כתיר עלי תבעת الفيلم هاي اي سنة تصور هذا الفيلم التصوير في 1964 هي الكهرباء فاتت على الدالي في 64 صحيح. وهذا اجتماع عمل احتفال نعمل تحضير للاحتفال قبله بجمعتين. بنوا منصة وين المخبز رضوان النطور هناك بنوا منصة و يعني المخبز في الساحة القصيدة وكان في تحضير لها رسمي ودعي عليها تقريبا كل الرؤساء القرى الدرزية وغير الدرزية وشخصيات من الدولة اجوا يعني بالنسبة لهم مشروع يعني اشي مشروع كبير او انجاز تاريخي طبعا بالنسبة لليوم يعني بينحكاش فيه. في وقته كان تربط الدالي على فكرة اليوم بينحكى فيه كمان اليوم وصلة الكهرباء هي موضوع شائك للأسف انه نحن في هذا العصر وبعده بينحكى فيه للأسف بعد في هيك وضع إن شاء الله بنبطل نحكي فيه. مين الشخصيات اللي في الفيلم عرفت مين هني؟ طبعا في الـ 64 يعني بالضبط كان رئيس المجلس حياة الشيخ أبو علي قفطان حلبي. السكرتير الرئيس كان حياة نظير حسون. المرحوم نظير حسون. وكان أعضاء المجلس العبد قدور وعدة شخصيات إسا مش ذكرهن أما موجودين في الفيلم مبينين والمرحوم الشيخ أبو علي قاسم حلبي وعدة شخصيات. والوزير اللي كان مين؟ قال اسمه كان فليدمل. وبلطفي أمل موجود كمان كان. شفته صحيح. الله يطول في عمره بعد في صحته والله يخليه الله طول في عمره. اطلع شو بيعمل لك هيك إشي لما بتشوف هيك بتحصل هيك وثيقة؟ أول إشي أنا ما كنتش عارف إنه مصور هذا كل موضوع وكل مقطع شفته في حياتي أو صورة له قصة. يعني قالوا لي إنه يمكن يكون مصور يمكن مش يكون مصور الختيريت أهل البلد قالوا لي بلكي مصور. كيفك تعرف إذا مصور؟ ما تقدرش تعرف. في وانا عم جمع الصور في صورة لهذا المهرجان اللي كان صورة ستيل صورة مبين على جنب الصورة انه في كاميرا فيديو مسرتا كاميرا اعجال فبنيت هذا النقطة انه مصورة. يعني من صورة عادية انتبهت انه مبين ستاند كاميرا في شي محل. ولكن طيب كدك تعرف مين هاي الكاميرا ولا مين بالضبط؟ هون السؤال جوهري. ليه تلفنت لرشوتا شدور تلفزيون اسرائيلي قلت لهم انه عم دور على تسجيل عن الشكل لدات الكرمل ربط الكهرباء
فسألوني أي سنة، قلت لهم في 64، قال لي بس المحطة بلشت تتصور في 67. طيب وين؟ صار إسا هون إشي غامض، صار إشي أصعب. لمين بك تلفن؟ لمين بك تسأل؟ فش عندك مرجعية في إسرائيل يعني بك تلفن، لأنه كل أرشيف مختص في موضوعه وفي السنة اللي بلش فيها، قبل بسنة بيعرفش. فعندي علاقات مع كثير شخصيات بتشتغل في الأرشيفات، وحتى طلعت بنسي اليوم في جيل 98، اتصلت لعدة شخصيات من تل أبيب والقدس، فقالوا لي أي سنة ربط الكهرباء ربطت للدالية؟ قالوا في 4، قلت لهم في 64، فقالوا إذا في أرشيف معين موجود في هرسلية، هذا كان يصور من سنة 51 لل 67، لما 67 فتحوا شو تشدور بطل الزلمة ضبضب قاعد في البيت، اليوم ببيعه موجود عنده. وصلت له هو. أما وصلت له لما تلفنت له فقلت له بدي هذا التسجيل، قال لي بكلفك، هو دقيقة ونص يعني مش متذكر قد ايه، قال لي يمكن بكلفك 2000 أو 3000 شكل. قلت له بس بلكي تعملنا سعر، قال لي نحن مش في السوق الدالي. سكر الخط وبطل يرد علي جمعتين. فعدت اتوصلت مع واحد اللي بيه بيشتغل هناك، أول ما تلفنت له انتبه مين أنا، قال لي بس أعطينا رقم الفيزا بعدين احكي معي. هو في أي لغة؟ يا الله ولا بس كثير بقى عم جد يعني الواحد بيستغرب انه كان فيه جودة في سنة 64، لانه انا اشتريت النسخة الاصلية. الاصلية طبعا، ايه هاي على فيلم مش فيديو. طبعا طبعا. ايش في مستندات او مواضيع اللي انت بعدك مش حاصل عليها، مش حاصل على ارشيفها والاشي مش عم بنايمك في الليل؟ في كم من ارشيف، في ارشيف تركيا. أرشيف الأتراك بيتقسم على 3 محلات في تركيا اللي موجود فيهم كثير شغلات بتخص الدالية طبعا والطائفة. أما بتخص الدالية اللي فيها كثير شغلات مهمة، اللي معوقني أول شغلة إنه بكلف كثير مصاري، والشغلة الثانية هن مش كل شيء بيطلعوه حتى لو بدك تدفع المصاري. يعني مش هويني. هو تابع للحكومة ولا إيش؟ تابع للحكومة. تابع للحكومة ومش هويني المعاملة معه. أما عندهم كثير شغلات. يعني المحطة القادمة تبعتك ممكن جدا بس لا تهدش تنبش في تركيا. بدنا نبش في تركيا مش عند الشهر دقعة شهر هذا تهدى الحرب شوي ان شاء الله. ايه التوفيق. ايش هذا المشروع عن جد؟ ايش بيعمل لك هذا المشروع؟ يعني بحسك هيك عايش ارشيف، انت عايش في الماضي، عايش تاريخ. لا مش في الماضي، انت انسان جدا متقدم وتطور، اما عايش في 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 مخك بحسه كله أرشيف. طلع التاريخ حلو بس مش لظن عايشينه لحتى نتعلم منه. مظبوط طلع، لا شك أنه في له تأثير علي وعلى حياتي اليومية. بحب التاريخ وبحب أقرأ كثير كتب، كيف ما أنت شفت عندي مكتبة للسقف ملانة كتب، تقريبا أغلب الكتب اللي عندي فوق يمكن 5000 أو 6000 كتاب، الأغلبية قريهم. وبعد مجمع كتب، للأسف اليوم بنشوف نتطرق لموضوع ثاني، بنشوف إنه الناس عم تسد كتب، بتشوفهم عم باخذ زبالة في البلد وبلملمهم أنا، بخلونش مستوتين لو حتى عندي منهم. التاريخ حلو وبتعلم منه كثير، وبعدني بقرأ كتب لحتى نتعلم كيف نتعامل مع الحياة اليومية وللمستقبل. هذا هو الهدف كمان، كهدف شخصي إنه سليتوف إنه بجمع تاريخ وبتعلم منه وبفيد غيري. أنا بحب أقول لك أخ توفيق، أول إشي نيالي البلد اللي فيها شخصية زيك. تسلم عن جد، اللي يعني أنت عم تعمل شغلة كثير كثير مهمة، عم تحافظنا على تاريخ، هالشغلة الكل لازم يشتغل فيها، بس أنت أخذت مبادرة شخصية وعامل إنجاز كثير كثير ضخم. أنا شفت الأرشيف عندك إشي لا يصدق، والكمان الأشياء اللي بتحكيها والإنجازات والأرقام والكمية المعلومات ما ظنش أنك رح تقدر تشوفها كلها طبعا. لا بقدنيش عمري شوف شو جمعت. هو هاي أنا فحصها وحكيها عدة مرات. يعني لو بدي أعيش بعد 100 سنة بقدرش شوف شو في أنا عندي، منشان هيك مش هذا المهم. إسا المهم إن نجمع، ولو يكون في بكون دعم من أي حدا، حتى الأهالي لو تدعم المشروع كمان بكون منيح. دعم مش لإلي للمشروع، لقدام. زي ايش اذا بدنا نتوجه للناس تدعم المشروع في اي معنى؟ طلع في عدة امور. كل انسان عنده اشياء قديمة
يا ريت لو يعلمني يقول لي من صور مستندات فيديوهات أشرطة تسجيلات معينة لحتى ما ضلش عندهم. أول شيء إذا ضل عندهم احتكرها الشخص محترامي من مكان يكون ما بفيدش، بكرة بتروح بتذوب بتخرب بتروح قيمتها. لما أنا بصورها وبسرقها في طريقة منيحة بتضلها أول شيء من ناحية جودة، بتضلها لأجيال قادمة. هذا اللي بطلبه من الناس. بطلب من الناس شو بتقدر تدعم وتعطي وتساعد المشروع بضرش، لأنه المشروع عم يخدمهم مش عم يخدمني إلي. إن شاء الله المشروع كمان بياخذ قالب اللي هو مش بس فردي وشخصي، اللي بصير زي مؤسسة كبيرة إن شاء الله اللي كمان تتطور وتندعم. إجا الوقت حسب رأيي أرشيف توفيق حلبي هو مش أكم من صورة وأكم من فيديو، لا، هون أرشيف ضخم بضاهي، أكبر أرشيف في البلاد من ناحية كمية المعلومات وجودة المعلومات اللي فيه. وبفكر أنك أنت عم تركب بازل معين، مزبوط؟ صحيح. عن طريق الأرشيف صرت تفهم مزبوط. إيش اللي كان؟ قديش أنت حاسس حالك مركب من البازل؟ 60%. 60% من آخر 200 سنة. 60% من آخر 200 سنة أنت صرت مركب ال. يعني فيش حدث صار بعرفش فيه أو فيش عندي له صور أو مستند أو معلومة تقريبا. وين أنت ممكن هاي الأشياء كمان تطلعها اللي تصير ديجيتاليت وتصير؟ بدها دعم. هذا مشروع بده دعم وبده وقت. بده دعم وبده وقت وبدك ناس تفهم فيه. طبعا. ايش بتحب توجه هيك لاهل البلد؟ تعرف البلد كثير مقدرين هذا المشروع، كثير كمان متركشين في كثير صور انت كنت تحطها، كل صورة بتحطها في ناس تنفعل منها. صحيح، لانه بخص بيو او جده او ناس مش شايفتها في حياتها. صح، صورة بيو. في ناس قال لي واحد ما عنديش غير صورة بيي في الباسبورت، صورة واحدة في الهوية، أز بتلاقي له صورة ثانية، طبعا بتأثر. وممكن يطبعها ويبروزها ويعلقها في البيت. طبعا هذا كل إشي بخصه، فيش هاي أحاسيس، فيش نقاش عليها. بتأمل إنك أكثر تحط لنا صور من هاي الناس اللي هيك، لأنه كل مرة بين صورة بفعش الواحد يفطها. لا لا لا، بده يشوف إلا ما نعرف حدا منها، حتى إذا بيقرب لناش بالضبط. إلا ما نعرف شخصية أو ثنتين، لأنه دات الكرمل أنا بشوفها كلها عيلة واحدة، وعيلتي مش عيلة واحدة اللي أنا بنتمي إليها، لا، دات الكرمل كلنا عيلة واحدة، وكل عيلة في الدالة هي لها فضل على الدالة، كل عيلة بغض النظر كبرها وصغرها. صح. تقريبا كل عيلة 100% ماخذ دور، لها دور كان في الماضي وإسا، ولها فضل على البلد وفضل علي في ساعدتني في كثير أمور. أخ توفيق شكرا كثير لإلك وإلك، ويعطيك العافية عن جد، مشروع واحد يرفع الرأس فيه. الله يوفقك ويخليك. أنا فيك، يعطيك العافية.